السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي سكادول وعايز أضيف الصور، ودي أنا استخدمت الصراحة في الأعمدة، في التسليح بتاع الأعمدة، عايز أبين حاجة تمام. فهختار أنا عايز أنزل الإيمج فين، وأدوس عليها إيمج، وأجي عند إيمج هنا وأدوس عليها وأختار الصورة اللي أنا عايزها تمام. بقت موجودة بس مش تظهر معايا غير لما أحطها في الشيت بتاعها تمام. فخلينا نقول له احنا عايزين نعمل شيت، وهبدأ اسحب الول اهيت، طبعا ده مش حاجة، مش يعني الجدول ده احنا حاطين في كل حاجة تمام يعني بالشكل دوت.